السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي برنامج دندنة ودردشة، نلتقي أسبوعيا بحضراتكم كل جمعة، جمعة مباركة عليكم جميعا، أكثروا فيها من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ونقول له عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف، جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله والله لو قبر الحبيب تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، يكفيه لقيا في السماوات العلا وبصحبة المولى الكريم تشرفا، يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. تحيات لحضراتكم، تحياتي للزميلة أستاذة الإعلامية بتول فتحي، أهلا وسهلا، الأستاذة الدكتورة مروة، أهلا وسهلا، صلاح سالم، أيوة. أستاذ الدكتور بيولوجي، المايسترو سراج منير اللي منورنا، أهلا بيك يا فندم، الأسبوع اللي فات والأسبوع ده تحياتنا ليه، والمنورين جاسمين، أدهم خطاب، محمود محمد تحياتي، أورج الأستاذ تامر سليمان، أستاذ محمود محمد تحياتي لحضراتكم جميعا. ونسمع مين الأول؟ مين نسمعه الأول؟ أنا الأول أحب أحييكوا، أنا عارفة إن صوتكوا هيبقى حلو ومش عايزة أي حد فيكم يتوتر خالص، أنتوا صوتكوا جميل وإن شاء الله هتقدموا لنا حاجة حلوة. وأعزائي المشاهدين أحب أقدم ليكوا أول حد هيبقى آدم، هو أصغر حد بس شاطر جدا، هيقدم لنا أغنية حلوة، مستعد؟ يلا حبيبي. دي المايك. تعالى اقف هنا. مغني يا جماعه، بس احسن مغني بصراحه، صح؟ ربنا يخليك كده. وعلى فكره ادم اخو ادهم، هما الاثنين موهبه في الغنى، وهنسمعه بس هنسمع جاسمين الاول، ولا ايه رايك؟ تمام نسمع جاسمين. على فكره ادهم 4 سنين، يعني كويس ان يقول اغنيه زي ديت. الاستاذ اتفضلي. تعال
خليه معاكي عشان هما لما يغنوا. بصي بقى انا مبسوطه منك جدا، عارفه ليه؟ عشان انت قدرتي تأدي وعملتي حضور حلو قوي وانت واقفه، ودي حاجه ميزه فيك انا بحبها، ان انت قدرتي انك وانت بتغني يبقى عندك حضور، ودي اللي بيميز مغني عن مغني، انت عارفه كده ولا لا؟ طب قولي لي بقى مين اللي كان بيشجعك في البيت؟ طيب حلوه قوي، وانت بقى مين اللي بيشجعك؟ بابا ومامتي واستاذ سراج ومحمود واستاذ تامر. طيب احنا عايزين بقى نسال نفس السؤال ده لادم بقى عشان هو ما سالناهوش. مش هيقول حبيبي لسه صغنطوط. لا ممكن يقول شويه. لا يقول يقول قول. مين بيشجعك؟ ماما وبابا. ايوه قال اهو سراج وتامر. اهو قال احسن منك اهو، شفت بقى. ماشي يا حبيبي. ماشي نسمع أدهم. أوفن. بص الكاميرا. ها أقف معلوم. بيت مختار. شغل قلبي بكم مزرعة يقول سكر ارميني سكر وعنيد قرب له ويروح لبعيد ويوعدني وملوش مواعيد ويوم ما يجي لي اتأخر مصبر تقول السكر مين السكر يا حلو يا اسمر انت ويا سكر. ايه الحلاوه دي؟ بس مكسوف ليه؟ عشان اول مره بس هوا يعني. عشان اخوه غنى احلى منه. لا 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 هما الاثنين شاطرين يا استاذ سراج. ادهم جريء عنه شويه. ادهم شوفي ادهم مش خايف ازاي؟ بتاع التلفزيون من زمان من 7 سنين. ايوه لا لا وهو ادهم ادهم هيغني كمان اغنيه هيبقى اشطر فيها، بس احنا هنخليك كده تقعد عشان تاخد كده نفس عميق وتبقى ريلاكس كده وعشان تعمل الثانيه احلى من الاولانيه على ما يكون محمود غنى. أيوة. مستعد يا محمود؟ مستعد. طب يلا. من يومنا والله وقلوبنا كويسة وبقدم أحلى فرحة ومعاها منوسة حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة
يا ليل طول شويه عالصحبه الحلوه دي، يا ليل طول شويه عالصحبه الحلوه دي. ده الغالي ده الغالي ده الغالي ده الغالي ده الغالي كويسة والله وقلوبنا كويسة وبقدم أحلى طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. ده الغالي ده الغالي ده الغالي ده الغالي ده الغال علينا غالي ولا عمرة يتنسى حلوين من يومنا والله والله لبنا كويسة. يا ليل بعد سلامي للناس طيبة فكرهم بالمحبة وبأيام السبا. يا ليل بعد سلامي للناس طيبة فكرهم بالمحبة وبأيام السبا والدنيا تعيش الفرحة دايما في قلوبنا قريبة. لليالي طول شوية عالصحبة الحلوة دي، ليالي طول شوية عالصحبة الحلوة دي. ده الغالي ده الغالي جميل. الله يا حوده. الله الله يا انت النهارده كنت متالق. ايه الحلاوه دي؟ لا لا انا مبسوطه قوي قوي. انا عايزه اقول لكم محمود كان متوتر قوي وكان قلقان وجاي وهو طب انا هقف ازاي قدام الكاميرا وانا مش عارف اعمل ايه، بس هو بصراحه كان قد المسؤوليه وقدر يقف صح ويغني صح. انا بصراحه مبسوطه بيك جدا. جميل جميل يا محمود جميل. بنسال الاستاذ سراج، يعني تدريب الاطفال ولا تدريب الكبار اي اشق؟ هو الـ الاشق الكبار. الكبار طبعا.
لان الصغير يعتبر مخه على الزيرو وبيقبل اي حاجه وخاصه بعد ما يحبك. يعني الطفل يحبك هيسمع كل اللي انت هتقوله. ايوه ده الحاجه. وبعدين دول احفادي بقى فاللي بينا كبير يعني. جميل. طب واللي عنده موهبه يبدا من سنه كام؟ يعني يبدا من عنده كام سنه؟ لا يعني اللي عنده موهبه الطفل عنده موهبه بص تلاقي بيغني لوحده كده. يعني الموهبه دي بتظهر لوحديها. ايوه يعني يسمع ممكن يسمع اغنيه وتبص تلاقيك سمعته يعني حد في البيت بيغني. دي الموهبه بتبقى ظاهره كده يعني. وهل الموهبه تغني منها لنفسها كده ولا لازم لا لازم تثقل بالدراسه؟ طبعا طبعا وتثقل بالمقامات الموسيقيه. وبعدين عندي الاستاذ تامر عمل لهم اكاديميه كده بيعمل لهم سولفيج ونغمات وبيسلم الموسيقى يعني بيدربهم يعني. طيب انا عندي سؤال بقى لحضرتك يا استاذ رائد. انت قلت لي بقى ان انت كنت بتدرب ناس وعلى ايدك هم وصلوا. انا بقى عايزه حضرتك كده تقول لنا نبذه عن الناس اللي انت دربتهم ووصلوا. انا زنقتك في السؤال. والله انا هقول حاجه. طبعا هي كان في بنت عندي اسمها ايه رمضان دي في ثالثه ابتدائي غنت يا امنه يوم النبي ما شاء الله. فكانت حد جميل قوي. دي عملت مسلسل بتاعت ليلى مراد يعني قصه حياه ليلى مراد مع استاذ ابو عوف. وكانت بنت نرمين الفقي في جبل الحلال وعملت حاجات كتيره يعني. هي البنت صوتها جميل جدا وحد يعني حد حنين ورقيق كده صوتها حلو حلو يعني. امينه يوم النبي عشان تقولها بنت عندها ثلاث سنه ثالثه ابتدائي ده صعبه صعبه جدا صعبه جدا. الاغنيه صعبه وجميله يعني وطربيه كمان. انا عارفه ان حضرتك حد شاطر و الله يكرمك. شكرا بجد. الله يكرمك شكرا. لا وحاجه جميله ان انت تبدا بالاغاني القديمه مع الاطفال ويكونوا بالمستوى ده حتى عشان اربع سنين واعمار يعني الاعمار صغيره لا يقولوا الحاجات غير الحاجات المستهلكه اللي احنا بنسمعها اللي بوظت السمع. اغاني حلوه طب علشان كده بقى قول لي نقيت لهم اغاني ايه بقى. قول لي حضرتك شايف مين فيهم بقى مستعد يقوم يقول الاغنيه بتاعته الثانيه. هي ياسمين طبعا بتقول حاجات كتيره بس هي ليها مزاج تقول وانا بحبها فيها يعني. سيدي الحبايب يا نضناي هي طبعا حلوه في كل حاجه هي حساها اصل هي وبجد انت اخترتي اغنيه يعني بصي انت لسه صغنطوطه قوي بس احنا طبعا هنحقق لك امنيتك واكيد ده احساس منك حلو قوي. يلا بينا. سيدي الحبايب يا ضنايا
بيكي، يعني مرة متألقة ومرة تختاري لنا أغنية كده، إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ بجد حاجة حلوة قوي، وأنا اتشرفت بيكي يا حبيبتي. جميل. ها إيه الأخبار؟ يلا بينا؟ يلا بينا. بحر السمكة. هو سمكة أهي، هو إحنا عرفنا البحر وأدي السمكة، تعالى. بص كده. صدق في شبه من السمكة. بص كده. أيوه أيوه. انا بحب الاغنيه دي قوي، علشان بابا وانا صغيره كان بيغنيها لي، فهو بيسمعني دلوقتي. ازيك يا بابا؟ برافو عليك. فانا كنت عشان كده بحب الاغنيه دي قوي، هو دايما كان بيغنيها لي وانا صغيره، فانت بصراحه فرحتني قوي بالاغنيه دي. برافو عليك برافو عليك برافو عليك برافو عليك. نسمع ادهم. ادهم اضحك بقى. ها انا عايزك تتألق كده زي اخوك. خد راحتك شويه. اطلع قدام. خد راحتك، متكسفش، هات اللي عندك. هيقول حاجه جميله. هات اللي عندك. هيغني لنا ايه بقى؟ بص للكاميرا. بص الكاميرا. محمد فوزي. جميل. الله الله. Thank you.
دي قمر. برافو. المره دي قمر. صح؟ اغنيه صعبه. لا اغنيه صعبه وكويس. لا كويس كويس. اغنيه صعبه وكويس ان انت تقولها بالطريقه دي. لا ده انا بحبها قوي الاغنيه دي جدا. كويس جدا. محمد فوزي يعني انتوا اخترتوا الاغاني بالذات الثانيه دي انتوا جايين لي كده في القلب بصراحه. تمام. مظبطينك النهارده. اه جدا جدا. هتحفنا بايه يا محمود؟ تعالى. محمود هيبدا باللي احنا بدانا بيه. اغنيه ربضك يا زمان. اللي قالها ادم الصغير. اخوه الصغير قالها الاول اللي هو ادم. كلهم اخوات طبعا طبعا. ربنا يبارك فيك. يلا بقى نفس الثقه كده وقرب المايك ويلا. رفضك يا زمان يا اوان يا مكاني انا عايز اعيش في كوكب تاني. رفضك يا زمان يا اواني يا مكاني انا عايز اعيش في كوكب تاني في عالم تاني في لسه اماني في عالم تاني في لسه اماني في الانسان لسه طيار ورياح وقوية بتهد كياني كسر فيه. عالم طيار ورياح وقوية بتهد كياني كسر فيه من غير مواعيد بتاخدني بعيد من غير مواعيد متعلق. ايه الحلاوه دي؟ شفت الثقه بالنفس حلوه ازاي؟ الثقه بالنفس بتبقى جميله. لازم تثق في نفسك كده. الله جميل. لا حلوة. جميل. احسنت يا حبيبي. فرحتوني النهارده وبحضوركم وبطريقتكم يعني بصراحه شرفتوني فعلا يعني. طيب احنا بقى دلوقتي معانا فقره كده صغيره بس مليانه كده معلومات جديده والناس ما كانتش تعرف الحاجات دي. هنعرفها مع الدكتوره مروه صلاح سالم استاذ مساعد الميكروبيولوجي كليه علوم جامعه الازهر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. لا خلاص المايك معايا. طبعا انا سعدت جدا بوجودي معاكم النهارده وشرفني وجودي معاكم واستقبالكم ليا. وبحب اشكر طبعا الاطفال الحلوين على سماع الموسيقى وصوتهم الرائع الجميل. طبعا عندهم موهبه جميله وعاليه وصوتهم متميز. احنا النهارده طبعا ممكن نربط ندردش بقى. احنا خلصنا بواسي الدندنه ندخل في الدردشه. ايوه انت برافو عليكي واخده بالك. ما هو البرنامج دندنه ودردشه. صح. خلصنا الدندنه ندخل في الدردشه ونربط الموسيقى بالمجال العلمي. طبعا الموسيقى دي من احد مجالات الحياه في المجتمع. فطبعا كل حاجه ليها اصل في العلم لان العلم هو اصل الحياه. الموسيقى والابداع الموسيقي بيدخل في المجال العلمي بمحاور كتير. اهم المحاور عندنا جهاز المناعه بتاع الانسان. ازاي بقى دي بتاثر على جهاز المناعه وعلى الميكروبات ازاي؟ لا لا بصي الميكروبات بتدخل الجسم تمام تعمل انفكشن او امراض. طبعا جهاز المناعه لو قوي بيقدر يتغلب على المرض. يعني محتاجش ان انا اخد ادويه. تمام. فالموسيقى نفسها لو ربطناها بالجهاز المناعي في ابحاث كتير اتعملت في المانيا في معهد على ما اعتقد ماكس بلانك. في ناس كتير خضعوا للتجارب. التجارب دي عباره عن ايه؟ جابوا مجموعه من الاشخاص المتطوعين سمعوا مقاطع موسيقيه مختلفه. طبعا اي تجربه ليها ريزلت او ليها نتيجه. صح. النتيجه عندي كانت ارتفاع هرمون اسمه الجلوبالين ده مسؤول عن رفع جهاز وكفاءه الجهاز المناعي للجسم. طبعا كل ما الجهاز المناعي بيرتفع
بقدر اقاوم المرض وبقدر يعني حصل لي انفكشن مثلا ببكتيريا بفيروس فبيديني انتي بوديز عندي بتقاوم الايه المرض بتاعي. دي يعتبر محور من احد المحاور. لو انا جيت ربطت الساينس بالميوزك او بالموسيقى حلوه قوي الربطه دي. عشان كده احنا عايزين نشجع اولادنا ان هم يغنوا وان هم يطلعوا الطاقه اللي جواهم ويبقوا فرحانين ومبسوطين، لان السعاده فعلا زي ما الدكتوره قالت وانا فعلا قرات عن ده كتير، ان السعاده او الفرح او كل ده بيساعدنا ان يبقى عندنا مناعه اكتر وبيخلينا ان احنا نقاوم المرض حتى اكبر الامراض. حتى افتكر الاستاذ احمد زكي الله يرحمه لما كان عنده مرض السرطان اكتر حد فضل فتره طويله يقاوم فيه وعاش بيه فتره طويله. كل الدكاتره قالوا لان هو كان عنده رغبه في الحياه وكان عنده امل، فالامل ده كان بيخلي جهاز المناعه بتاعه يقدر يقاوم المرض. ففعلا انا باكد بالكلام ده على كلام الدكتوره. اتفضلي. طبعا محاور كتير. الميوزك بترتبط بالعلم بطرق كتير مختلفه. لو تطرقنا بردك مقارنه بالميوزك بالبحث العلمي هنلاقي في تشابه كتير جدا بين وتسلسل في الافكار. لو انا مثلا جيت مؤلف موسيقي او مبدع فنان عايز يحط لحن معين او مقطع موسيقي، فايه التشابه بينه وبين البحث العلمي عندي؟ فلو جيت مثلا المؤلف او المبدع عايز يحط المقطع الموسيقي او اللحن فبيبتدي بالفكره، الفكره دي بتحيله من مجال معين او من مشهد او من وحي معين. ممكن انا يعني حتى قريت كمان في حد جاله وحي وهو بيحلم فصحي من النوم ظبط المقطع الموسيقي بتاعه. فالبدايه بتيجي من الفكره. احنا عندنا في البحث العلمي كذلك، عندي لما يجي اواجه مشكله معينه او احلها الفكره بتجيني من المشكله في البيئه او في المجتمع، على اساسها ببتدي اصمم البحث بتاعي، ببتدي اضع خطه البحث، ببتدي احصل على النتائج، اعرض البحث في الاخر بالطريقه المناسبه ليا طبعا في دوريه علميه ايا كان. كذلك المقاطع الموسيقيه، المؤلف والمبدع بتجيله الفكره عن طريق مشهد او موقف او ايا كان، يبتدي يطور فيها ويعمل اللحن ويبتدي يعرضه للجمهور والجمهور يحكم على الايه المنتج، ده يعتبر منتج في الاخر. فده في تشابه كبير جدا بين الابداع في البحث العلمي والابداع في مجال الموسيقى. دي من احد المجالات. أفهم يعني كده البحث العلمي عايز ينصح الناس بايه بقى؟ طبعا البحث العلمي بينصح الناس بيحل مشاكل المجتمع، يعني ان هم دلوقتي بيشجعهم اكتر ان هم يبقى المواهب بتاعتهم يعني دي نميهم، صح؟ احنا لا، البحث العلمي دي هنا في نقطه بالتسلسل في الابداع. ازاي انا احط مقطع موسيقي؟ تبتدي فكرتي ازاي؟ جت الفكره منين؟ اطور احسن لغايه ما اعرض للجمهور. احنا عندنا في البحث العلمي كذلك، هنا في تشابه في الافكار وفي التسلسل في وضع البوينت. يعني احنا في البحث العلمي عندي مشكله معينه في مجال معين، ابتدي افكر انا احلها ازاي، ابتدي احط عنوان للبحث بتاعي او لرساله الماجستير، امشي الخطوات لغايه ما اوصل للريزلت او النتائج واعرض. بس طريقه العرض هنا مختلفه عن هنا. التشابه في التسلسل والافكار. احنا طبعا احنا لينا عرضنا وهم ليهم ايه عرضهم، ده مجال وده مجال. هنا التشابه بمجرد بس في الافكار والتسلسل في المواضيع. برضك يحضرني ان انا قريت مقاله كانت ظريفه جدا عن ربط استخدام العزفات اللي هي الاورج والبيانو والحاجات وغيرها، العزفات والالات الموسيقيه، واستخدام المفاتيح البيضاء مع المفاتيح السوداء. ربط لي جزء تشابه كبير جدا، بيقول ان الحاجات دي طبعا بتحتاج ذكاء عالي ومهاره وتركيز. ربطها لي بقى بحاجه طريفه بالرياضيات، ازاي بقى؟ قال لي ممكن ان الحاجات دي واستخدامها شبه بالظبط لما انت بتستخدمي المعادلات الرياضيه. المعادلات الرياضيه في الرياضه البحته والرياضه التطبيقيه وتربطي منهم، ده بيحتاج ذكاء ومهاره وتركيز وقوه ايه؟ أداء. كذلك استخدام العازفات والالات بيحتاج برضك ذكاء ومهاره حلو وأداء. جدا. انا مبسوطه طبعا ان حضرتك كنت معانا النهارده. لا لسه عشان تربط لنا ما بين ده وده، بس خلاص بقى ما فاضلش معانا غير دقايق. لا قربت خلاص. احنا لسه معانا معاكي فرصه ثانيه ان شاء الله الحلقه اللي جايه، ما تقلقيش. هقول على الميكروبيولوجي. الميكروبيولوجي بقى طب اتفضلي بس في دقيقه بس عشان خلاص يعني الكونكلوجن النهائي ان شاء الله. طبعا اساس الميكروبيولوجي ناس كتير ما تعرفش يعني ميكروبيولوجي، هو عباره عن الكائنات الدقيقه اللي هي بتبقى موجوده حوالينا او الكائنات الحيه اللي ما بنشوفهاش الا تحت الميكروسكوب مش بالعين المجرد، زي البكتيريا الفيروس الكلام ده كله. في ناس طبعا بيجي لها هلع من كلمه مايكروبس، وفعلا ليهم حق ان هم يجي لهم الهلع ده، لان الميكروبس غالبا في حاجات كتير منها بتسبب امراض واحيانا تؤدي الى الوفاه.
انما طبعا الميكروبسي دي ليها اهميه اقتصاديه كبيره في مجالات تانية زي انتاج الكحول، زي صناعه الزبادي، الجبن، انتاج مواد ذات اهميه اقتصاديه بتكون عاليه جدا. الكورونا بقى نقول حاجات بسيطه عن الكورونا علشان احنا نخلي موضوع الكورونا في الاخر في الحلقه الجايه، عشان خلاص فعلا الوقت خلاص عمالين يقولوا لي خلاص كده معلش. اعزائي المشاهدين، احنا معانا مجموعات من البرقيه، زي ما اتفقنا ان كل حلقه بيبقى معانا فقره برقيه للناس اللي عندهم مناسبه او عيد ميلاد. معانا برقيه من الزميل وصديق البرنامج الممثل ادهم سعيد الى حبيبتي الغاليه ريم. حبيت الحياه وياكي، انت اجمل شيء ربنا عوضني بيه، لو فضلت اشكره طول العمر مش هيكفي، حلوه حياتي بيكي يا ريمو بعشقك. برقيه الى الطفله حور محمد من خالته سمر وبابا وماما، وبيقولوا لك كل سنه وانت طيبه. برقيه الى جده جورج راغب جرجس، مقدمه مني ومن الاستاذ جوزيف ومن البشمهندس ايمن. جورج كل سنه وحضرتك طيب. معانا برقيه لشهد البنوته العسوله، كل سنه وانت طيبه وكل سنه وانت جميله وعسوله، من خاله شادي محمد وكل الاسره بتقول لك كل سنه وانت طيبه. برقيه للطفل احمد نعمان من ماما جيهان، الطفل ده كان المفروض يبقى موجود النهارده لكن حصلت معاه ظروف، لكن احنا مش هننسى نقول لك كل سنه وانت طيب، والرساله دي ان شاء الله هتوصل لك، ويا رب سنه سعيده عليك، وان شاء الله هتعوضها في حلقه ثانيه. تهنئه مقدمه من الاستاذ احمد سمير جاد والدكتوره نوران سمير جاد وماما سوزي وعمر ورودي ومحمد هيثم، الى الجد الدكتور سمير جاد والمذيع على فكره، والحفيد سمير احمد سمير، بمناسبه عيد الميلاد، وتهنئه مقدمه من الاستاذ محمد جاد والابناء والاستاذ مصطفى جاد والابناء بمناسبه عيد الميلاد، وكل سنه وهم طيبين ومصر كلها بخير. بمناسبه اعياد الميلاد بقى، في اخر عيد ميلاد معانا، ايوه والده محمود، ممكن بقى تمسك المايك تقول لها كل سنه وانت طيبه بس كده. مفيش شكر ليها على اللي عملته معاك بس. بمناسبه اعياد الميلاد، تهنئه خاصه من وفاء السيد الفقي الى زوجها، وفاء السيد الفقي دي بنتي، الى زوجها كريم المونجي بمناسبه عيد ميلاده، بنهنيه وبنقول له كل سنه وانت طيب. بمناسبه اعياد الميلاد انت اللي فكرتيني، طبعا. وكل سنه وحضراتكم طيبين وجمعه مباركه عليكم جميعا يا رب. والدة محمود اسمها الأستاذة شيماء محمد عبد الغني، مقدمة من الزوج الأستاذ محمد بكر وطفلها محمود أحمد. محمود محمد. محمود محمد ولا أحمد؟ محمد. طيب محمود محمد. خلاص ماشي تمام، وكل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل الناس طيبين، وأي حد عنده عيد ميلاد يقدر يبعت لنا البرقية دي. وزي ما اتفقنا إن برنامجنا بيهتم بكل المواهب سواء كان كبار أو صغار، وكل المجالات والفنون مش بس المواهب، يعني لو حد عنده شركة أو حد عنده منتج معين وعايز يسوقه من خلال البرنامج بتاعنا، أو أي حد عنده موهبة أو حاجة معينة وعايز إن هو يحط رجله على أول خطوات النجاح، إحنا هنساعده من خلال البرنامج بتاعنا والتواصل، وهتقدروا إن أنتوا تتواصلوا معانا. أيوة. من خلال الأرقام بتاعة البرنامج وهي محطوطة دلوقتي على الشاشة. أعزائي المشاهدين، للأسف خلصت وقت حلقتنا، لكن حلقاتنا لسه مكملة معاكم، وانتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله.